ولم يكن لدي المال. يقول حتى فكرت بالزواج، فلما تزوجت بتلك المرأة وكنت أبحث عن المرأة ذات الدين، يقول فلما تزوجتها كنت أيضا فقيرا ومعدما. يقول حتى حملت فكانت تحتاج إلى عملية قيصرية. يقول بحثت أيضا عن المال لكي نبحث عن مستشفى، وكنت أبحث عن مستشفى أيضا رخيص السعر حتى وجدت ذلك المستشفى وولدت ولله الحمد بعملية قيصرية توأما ولدا وبنتا. يقول اتصل علي أحد الصحابي وقال لي السلام عليكم أبو إبراهيم، مبروك، الخبر نزل في الجريدة. قلت سبحان الله، يعني زوجتي لم تلد إلا قبل قليل، كيف الخبر ينزل في الجريدة؟ قال لا أعلم عن ولادة زوجتك، لكني أنا أبشرك ببشرى أن الأرض التي لك نزل عليها صك معتمد، وهي الآن لك تستطيع بيعها. يقول سبحان الله، تذكرت قول الله نحن نرزقهم وإياكم، عندما خرج الأولاد أتى الرزق معهم أحبتي. لذلك كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم.